السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أبو أسامة، الله يعطيكم العافية. أعرض عليكم هذه الفيلا في قلشن عثمان في كراتشي. طبعا هذه فيلا يعني ما هي جديدة، لها ممكن كم سنة مبنية، فتصميمها يعني لسه ما اهتموا في البوية وكذا، وهذا الطريق حقه أشوف مزفلته كل شيء، يعني ما شاء الله هي سوسايتي ممتازة. والآن نخش من جوا، شوفوا هذا غرفة المجلس، هي عبارة عن 4 غرف. طبعا هذا المجلس كله يعني رخام وش اسمه، عندكم الجبس، طبعا عندكم شو اسمه يعني البوية حقته والأرضيات، والله يعطيكم العافية. هذا أول شيء المجلس، وفي حمام مع المجلس الله يكرمكم، ومغسلة. والفيلا هي عبارة عن 4 غرف، 3 غرف تحت وغرفة فوق في السطح. والآن هذا الشقة والباب حقها، هذا البواب اللي بر، هذا المغسلة الله يكرمكم، وهذا الما دخلنا الشقة الآن، هذه من الداخل. هذا المطبخ ما شاء الله تبارك الله كامل، هذا المطبخ مع الصالة، طبعا المطبخ مع الصالة على طول يعني، وكله يعني برضو بالجبس. وهذا هذه الصالة طبعا، هذه الصالة بالجبس، وهذا هذه الصالة طبعا، هذه الصالة مع الفريزر طبعا حقه، وهذا هي طبعا الصالة، الصالة ما شاء الله كبيرة. هذه الغرفة الثانية، هذه الغرفة الثانية طبعا، هذا الدولاب اللي في الجدر، الدولاب الجداري ذا اللي داخل جوا برضو، يعني قلت لكم يعني هم مو مهتمين فيه عشان يبغوا يبيعوها، فمو مهتمين في البويات وكذا، وهذا هم ناس مستاجرين طبعا، اللي يستاجر مو زي اللي يسكن بنفسه، يعني شايف كل كركبة كيف وذا، ولكن عاد الله كريم. وعندكم شو اسمه الله يكرمكم، الدورة المياه هذه جوة الغرفة، يعني غرفة بحمام، كل غرفة بحمامة طبعا، وهذا برضو دولاب الجداري نفسه، فاهمين شايفوا كيف يعني جوة الجدر. ونفس الغرفة فيها جيلري صغيرة، يعني زي ما تقولوا تطلع الهواء وكذا، هذا الله يكرمكم دورة المياه، بس والله ما فيها يعني النور كان محروق، هو يعني حمامه فرنجي، حمام هذا فرنجي، حمامه فرنجي. وعندكم الآن حاولت أدور ما حصلته، وعندكم جاليري صغيرة الحين تشوفونها وأصور لكم إياها. طبعا هذه يعني هي محتواها على يعني تطلع الهواء، ولا كذا مثلا واحد يبغى يتهوى وزي كذا يعني ممكن يتهوى وزي كذا يعني ممكن. هذه الغرفة الثانية، هذه الغرفة الثانية، هذا شوف البوابة الله يكرمكم حق الحمام، وذيك حقة الجيليري طبعا اللي هي واحد مكتوم شيء كذا زي كذا، يعني هذه شو اسمه البوية حقتها، وهذا الجبسيات، وهذا برضو دولاب اللي في الجدار برضو، هذا الدولاب صغير في الجدار، وهذا دولاب اللي طبعا هم حقهم حيشيلوا كل شيء، لكن ايش الواحد ياخذ البيت، طبعا البيت هو اهم شيء. وهذا وعندكم طبعا بلاط طيب ما في له اي شيء، وهذا هو شوف نفسه الجدار، الدولاب الجداري. هذه الغرفة الثالثة طبعا، هذيك المجلس الاول والثاني الغرفة والثالثة هذه. الان بنطلع على السطوح، اوريكم هذا الدرج حق السطوح، نحن نطلع على السطوح عشان تشوفوا، وما قدرت والله لانه السطوح في غرفة برضو، ولكن فيها شخص نايم والله شايب، ما قدرت اصوره يعني، هذه شوف فيه نايم واحد، فما قدرت اخش جوا. هنا فيه جاليري برضو، يعني ما شاء الله يعني من هنا شايفين زي البلكونة يخش الهواء والدنيا، والسطح ما شاء الله تبارك الله، هي العمارة ما شاء الله هذا الدورة المياه اللي في السطح مع الغرفة اللي في السطح طبعا. العمارة الفيلا هذه 120 قز، الله يكرمكم يا الدورة المياه، بس يعني بقى لها تجديد طبعا، كل قز الله يكرمكم يا الدورة المياه، بس يعني بقى لها تجديد طبعا، كلها تغسيل وذا،
هذه فلل اللي جنبها، والناس اللي قاعد بانين قاعدين يبنوا وشغالين فيها لين ما شاء الله تبارك الله لين دحين. وبرضو الناحية الثانية الحين بوريكم هذه الناحية الثانية. طبعا هم مو مهتمين قلت لهم، ولكن راعيها يبغى يبيعها. وهذه الفلل الجديدة اللي جنبها انبنت ما شاء الله تبارك الله، هي عبارة عن 120 قز، وبعدين ما شاء الله ملفها موجود، والآن بنخرج من البيت ملفها موجود، وهذا الطريق اللي برا يعني. طبعا يعني الآن بنمشي وقاعد أصور الفلل وصور الحي نفسه كامل إلينا البوابات طبعا. وهي 120 قز ولها فايل ولها يعني ملف كامل وليز، يعني أوراق رسمية صك، مو كلام فاضي يعني يقول لك قبزه ولا يقول لك دستاويز ولا كذا، لا هذه ليز 120 قز ليز، فيها كهرباء فيها موية بس الغاز. هذا شوفوا في الجديدة جنبها الغاز يوصل، يمكن يقول لك يعني اللي حسب اللي بيشتري ان شاء الله. اشوف الفلل هذه كامله، الناس كلهم حيتفقوا وقدموا كل شيء للغاز. هذه شوف كل الفلل كلها ما فيها غاز. طبعا بالسلندر هنا في انابيب برضو نظام انابيب، ولكن الغاز قالوا ان شاء الله ممكن خلال الشهرين او الثلاث شهور يخش الغاز. فهذا مسجد كمان شايفين، فهذا مسجد كمان شايفين، هذا مسجد الحي قاعد اصوره طبعا انا بالدباب. هذه البيوت وهذه اللي يعني الدكاكين شوفوا كامله يعني ما شاء الله، اسواق اللي هي حقت الاكل والشرب، محلات حليب، محلات البطاطس، محلات مطاعم يعني شايفين. ف يعني قاعد يتعبى وقاعد اشوف هذه محلات البطاطس، محلات اكل وشرب يعني الترفيهية. وهذه البوابة الآن خارجين منها، البوابة هذه خرجنا منها خلاص شايفين، قلشن عثمان اسمها هذه البوابات، قلشن عثمان. فهذه كلها محمية طبعا بسور، مش كلام فاضي. وبوابة شوف جنبها الحارس الأمن، والآن في بوابة لا من الهيوي رود يعني على الشارع العام اللي هو الخط الرئيسي، الآن برضو بصورها من هنا. هذه البوابات حقتها يعني كلها محمية، جدار محمي مو كلام فاضي. هذا قلشن عثمان، شوف هذا البوابة الثانية طبعا الكبيرة الرئيسية، المدخل الرئيسي، هذا المدخل الرئيسي اللي على الهيوي رود، هذا الهيوي رود. أنا قلت بالعاني خليه يصوره، شوف يعني أي واحد ينزل من السند من السلام بعد يوقف في الخط ذا يخش على البوابة دي خلاص. هذا شايف هنا الخط السريع اللي هو الهيوي رود. صلى الله وبارك على محمد.